عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان. ننظم اليوم في مدينة الدار البيضاء، أو على وجه التحديد في عمالة الفداء ممر السلطان، الدورة السابعة للمجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تحت شعار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. الآن الغاية من هذه الدورة، بالإضافة لأدوارها التنظيمية، غايات يعني المتوخات من خلالها اللي كتبرز من خلال فتحنا نقاش في عدد من القضايا المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. الغاية أيضا هو أننا نفتح قوس ديال التكوين والتأطير لفائدة المناضلات والمناضلين أعضاء وعضوات المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان. وارتكز التكوين اليوم على الإدارة، التدبير الإداري والمالي للفروع العصبة، وأيضا تدبير المواقف، وكذلك فتح نقاش من خلال ورشة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما ينص عليها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا كما ينص عليها الدستور المغربي. طبعا الورشات صباح اليوم عرفت نقاشا مستفيضا من طرف المشاركات والمشاركين، وخلصت إلى توصيات سيتم اعتمادها في البيان الختامي للمجلس الوطني في الفترة المسائية، أي بعد ما بعد الزوال. ستفتتح الدورة السابعة للمجلس الوطني، وسيكون المجال مفتوحا أمام عضوات وأعضاء المجلس الوطني من أجل التداول في القضايا التنظيمية، وأيضا اتخاذ مواقف في عدد من القضايا الحقوقية الراهنة. الدكتورة العمالي كوثر، عضو المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان. تواجدنا اليوم للمشاركة في أشغال الدورة السابعة للمجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان كانت فرصة لتقديم مجموعة من الورشات التكوينية للمشاركين اليوم في المجلس الوطني، فرصة بأنهم يتعرفوا على آخر ما كاين في الساحة المحلية فيما يخص المجال الحقوقي. وأكيد هذا المجلس غادي يتم تقديم التقريرين الأدبي والمالي ومناقشة جميع التفاصيل على المستوى الوطني. كان تفاعل من جميع المشاركين، خصوصا أن يعني التكوين أو المواضيع اللي كانت مطروحة كانت كتخص بشكل مباشر جميع الحقوقيين، خصوصا في إدارة المواقف. أنا من المكتب المركزي ولكن من إقليم العرائش، وكانوا بعض الإخوان اللي جاوا معنا، وأكيد هذه فرصة لانفتاح على جميع الجهات، لأن احنا كنعرفوا أن الاشتغال كان اشتغال مركزي، ومن بعد كيكون مع كنشتغلوا مع جميع الجهات والأقاليم، ولكن ارتأت العصبة من بعد ما اتخذوا القرار أكيد في المجلس الوطني السابق أن سيكون انفتاح على باقي الجهات، فبالتالي قررنا أننا ندير هذه المرة في مدينة الدار البيضاء. الاسم فؤاد مصرة، فؤاد مصرة، أستاذ باحث في جامعة محمد الخامس بالرباط، واليوم جئت لأشارك في هذه الدورة السابعة للمجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان لكي أؤطر ورشة حول بناء وإدارة المواقف في مجال حقوق الإنسان. في الحقيقة هذه كانت ورشة مهمة، وتفاعلوا معها الحاضرات والحاضرين بقوة، نظرا لأنها تحاول أن تقف على مختلف أو عند مختلف المراحل التي يقطعها الناشط في مجال حقوق الإنسان، ابتداء من توصله بوقوع خرق لإحدى حقوق الإنسان، إما رصد ذلك أو توصل به عن طريق شكاية أو عن طريق وسائل الإعلام أو غيرها، وصولا إلى إصداره لذلك الموقف وتعبيره عن ذلك الموقف الحقوقي. وقلنا في هذه الورشة أنه يجب أن يكون هناك تجميع للمعطيات واستماع لجميع الأطراف، ولربما الاستعانة بمتخصصين في هذه مختلف الميادين التي تمسها
خروقات حقوق الإنسان، وصولا إلى القيام بتوصيف وتكييف حقوقي وكذلك قانوني بناء على المرجعية الدولية لحقوق الإنسان وبناء على الترسانة الوطنية من دستور وقوانين تنظيمية وقوانين عادية، وصولا إلى هل هناك خرق حقيقي أو لا يوجد هناك خرق. فإذا كان هناك خرق لأحد حقوق الإنسان يجب على الفاعل الحقوقي وعلى المنظمة الحقوقية هنا مع العصبة أن تقوم ببناء موقف والتعبير عن موقف حقوقي، هذا الموقف الذي يجب أن يكون متناسبا مع الخروقات ويجب أن يتسم بالتدرج في التعبير عنه ولكي يتم التصدي لهذه الخروقات بشكل أكثر فعالية ولكي تكون هناك مردودية. والهدف في الأخير هو حماية حقوق الإنسان وتعزيزها والدفاع عنها. السلام عليكم، أمينة الجداني عضوة المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان. تواجدنا اليوم بعمالة الفيدة مر السلطان بخصوص الدورة 7 للمجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، واللي اليوم كان تنظيم ديالو في هذه العمالة هذه، وتواجد المناضلين ومناضلات ديال العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان. تدخل ديالي اليوم كان في إطار واحد الدورة اللي هي في التدبير المالي والإداري بالنسبة للفروع، من خلالها حاولنا نطرقوا لعدة أمور تنظيمية اللي ممكن كان كيجهلوها بعض المناضلين أو لكي يطيحوا فيها في ثغرات تنظيمية المناضلين اللي تابعين للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان. تليها مباشرة دورات تكوينية من خلال التأطير ديال الأساتذة أجلاء، مباشرة في المساء كاينة الدورة انعقاد ديال الدورة ديال المجلس 7 للمجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان. هذا كان بخلاصة يعني كبرنامج ديال العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان. اليوم الدور ديال العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان التأطير بالنسبة لهاد المناضلين اللي هم تابعين للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من خلال إما تنظيمات يعني محلية إقليمية أو لجهوية أو لا من خلال تنظيمات ديال الفروع. غير الإشكال اللي كان واقع أنه كاين أمور اللي ممكن يعني كأمور إدارية أو اللي كانت كيغفلوا عليها بعض المناضلين من ناحية التأطير من ناحية التكوين، حاولنا أننا اليوم أننا ندرجوها قبل من انعقاد ديال الدورة ديال المجلس الوطني وأننا نتواصلوا بها مع المناضلين ديال العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان. عاطي خالصي الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع الفيدة مر السلطان المشور. إننا جد سعداء بتنظيم هذه الدورة 7 للمجلس الوطني تحت شعار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الآن، والتي تخللتها مجموعة من الورشات من طرف أساتذة أكفاء كالأستاذ فؤاد مسرة والأخت أمينة الجداني، وعلى رأسهم السيد رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان السيد عادل تشكيد. وحضر هذا اللقاء مجموعة من النشطاء الحقوقيين الذين شابت لحاهم في هذا الصرح الحقوقي، ونذكر على سبيل المثال الأستاذ تونسي وكذلك الأستاذ محمد جناح وغيرهم الكثير ممن لا يحضرني ذكر اسمه. في الحقيقة نحن كأبناء الإقليم هذه إضافة نوعية وقيمة مضافة للمنطقة أن تقام فيها مثل هذه التظاهرات وهذه الدورات، ونتمنى في الأيام القادمة أن يكون مثل هذه الدورات وغيرها فيما هو حقوقي.